تجمع بهيج تميز حاضروه بوحدة الزي وشارة لم تعترف حركتها بالبعد الجغرافي والاختلاف العرقي يوم، بل تعدته لتكون حاضرة في جميع أصقاع العالم لنشر قيم الحب والسلام بين الشعوب والتطوع لمساعدة الآخرين. قادة وأجيال الحلقة الكشفية بالزاوية والمناطق المجاورة تجمعوا لإحياء الذكرى 64 لتأسيس حركتهم على يد القائد الكشفي علي خليفة الزايدي في منتصف عقد الخمسينيات من القرن الماضي وسط احتفالية أقيمت بالمناسبة. مفوضية اكتشاف الزاوية تقيم احتفالية بهذا الخصوص واحتفالا بتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا. طبعا زي ما تشوفوا من خلال تواجدكم معنا اليوم داعين مجموعة من المفوضيات المجاورة لنا، مجموعة من الأشخاص اللي ساهموا ودائما ما يدعموا في الحركة الكشفية في ليبيا، وقادتنا وفرقنا وأفواجنا وكل معنا مدعوين للحضور. مراسم رفع الشموع والرايات الكشفية كانت من أبرز ملامح الاحتفال الذي تضمن كلمات خطابية أشادت بالدور الكشفي في رفع المعاناة عن المتضررين جراء الأحداث التي شهدتها المدينة، فكانت مناسبة لاسترجاع ذكريات حفظت في الأعماق ولصور ارتسمت في الأذهان. التكريم كان حاضرا هو الآخر، حيث عمدت الحركة إلى منح منتسبيها أوسمة من القادة القدامى، فضلا عن تكريم الجهات الداعمة والشخصيات الشبابية المتميزة على مستوى الحركة والمدينة عموما. هذه الحركة التي نعتز بانتسابنا لها يجتمع اليوم كل أفواج مفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات، فوج الزاوية، فوج أبو عيسى، وفوج صرمان، وفوج صبراتة، لإحياء هذه الذكرى العظيمة. داعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الحركة النبيلة وأن يحفظ البلاد والعباد. حركة إنسانية تطوعية تميزت باستقلال يدها وبعدها التاريخي، متخذة من ذكراها السنوية شعلة للاستمرار في العطاء رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.